كاس العالم على هذه الماكينه. تمشي كره ممتازه على الكره، مش معقول. لا 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 خلاص ما عادش العالم. اعتزلت ايتها الجزيره الرياضيه، باي باي، انتهى الموضوع، انتهى الحكايه، بطلت التعليق. شوف الكره محلاها، واحده عند المعلم، الثانيه الامبراطور. هاي وينو الامير الصغير؟ وينو الملك؟ رجع العب، حط له باس، العب له الثانيه، جميل ومشاله. مش هذه كرة القدم اللي شفتها، اللي تمنيتها، اللي حكيت عليها، اليوم نعلق عليها. عاودها لي، ما عادش تعاود لي اللايف، رجع لي للريبلاي، اعطيني الموسيقى، اعطيني موزار، مشان بيتهوفن، رجع تخلي الغيون بيكاسو، العب الكورة مع بيتهوفن، رجعها موزار وخلو السمفونية. يعدل الشوط، شوط لحكيم زياش، يا سلام يا سلام، جول، جيب الجول، جيب الجول. هدف التعادل، ويبحث الآن عن تسجيل الهدف الثاني الرأسية.